مجموعة من الفقاريات عندها 4 أطراف فأطلق عليها تسمية الفقاريات رباعية الأرجل، وبتشمل البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات، ولكن بتختلف اختلاف كبير بالحجم. وأصغر حيوان فقاري هو رباعي الأرجل هو ضفدع بدوفرين، وأكبرها الحوت الأزرق. بنتقل لحالة الطقس. عم يكون الجو متقلب بين الغائم جزئيا والغائم مطر على فترات فوق أغلب المناطق، كما عم تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها بأغلب المناطق، وعم يحذر خلال ساعات الليل والصباح الباكر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية. أما عن الرياح فعم تكون غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، وعم تسجل سرعتها بين 8 و 15 كم بالساعة، مع هبات عم تسجل 50 كم بالساعة. أما عن الرطوبة فعم تراوح بين 65 و 95%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 19 درجة. مثل طقس العاصمة دمشق يلي عم تكون الأجواء فيها ماطرة، وعم تسجل فيها العليا 13 درجة. رح نكفي على المحافظات السورية ورح نبدأ أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. الأجواء عم تكون بسويدا ماطرة، وعم تسجل عليا 9 درجات. أما بدرعا عم تروح بين 7 و 14 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل 9 درجات، والطقس عم يكون ماطر. رح نكفي بجولتنا على المنطقة الوسطى على حمص وحماة، فالأجواء عم تكون ضبابية، وعم تسجل بحمص 14 درجة، وكمان العليا بحماة عم تسجل 14 درجة. رح ننتقل هلا على المنطقة الساحلية على طرطوس واللاذقية ووالي واسكندرون، فالأجواء ماطرة وعم تسجل بطرطوس واللاذقية 19 درجة، أما بلواء اسكندرون الأجواء غائمة وعم تسجل فيها العليا 13 درجة. رح نكفي بجولتنا هلا على المنطقة الشمالية على إدلب وحلب، فعم تكون الأجواء فيهم ماطرة وعم تسجل الحرارة العليا فيهم 12 درجة. أخيرا رح أختم جولتي مثل العادة بالمنطقة الشرقية، رقة، الحسكة ودير الزور، فالأجواء عم تكون بالرقة والحسكة ودير الزور ماطرة، وعم تسجل العليا 15 درجة، أما بدير الزور فعم تراوح فيها الحرارة بين 9 و 14 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا خير.